قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفيرة فرنسا في إسرائيل هيلين لوغال لتوبيخها حول تصريحات أدلى بها سفير فرنسا السابق في واشنطن جيرار إيرو واصفا إسرائيل بدولة فصل عنصرية. وكان إيرو قد شغل منصب السفير الفرنسي لدى إسرائيل من عام 2003 حتى 2006. هذا وأفادت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة بأن باريس احتجت على خصم إسرائيل إيرادات الضرائب الفلسطينية.